ليلة محاولة اغتيال القيصر بين الحقائق والغموض، أعلنت روسيا أنها أسقطت طائرتين مسيرتين استهدفت الكرملين ليلة الأربعاء، فيما وصفتها بمحاولة إرهابية لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت نفت فيه أوكرانيا علاقتها بالهجوم. وأقالت الرئاسة الروسية في بيان حاول نظام كييف ضرب الكرملين بطائرتين مسيرتين تم تعطيلهما بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية. وأكدت الرئاسة أن الحطام سقط داخل الكرملين لكن دون أي إصابة. الحادث طرح تساؤلات عن إجراءات الحماية التي تفرضها روسيا على عاصمتها وكفاءة تلك الإجراءات في صد هجمات مماثلة لهجوم قد تتعرض لها. تعد موسكو أحدث أكثر عواصم العالم تحصيناً، وعاد ما تحمي القوى الكبرى مراكز صنع قرارها بتحصينات متعددة الطبقات. تحيط روسيا عاصمتها ومركز قرارها بدروع صاروخية لاعتراض أي هجمات صاروخية نووية واستراتيجية. وحول موسكو تتوزع منظومات دفاعية أبرزها منظومة S-400 التي يصفها خبراء عسكريون بأنها من بين الأفضل ضمن منظومات الدفاع الجوي، وهي نظام متنقل للدفاع الجوي قادر على كشف الأهداف الجوية على بعد 400 كيلومتر والتصدي ل 80 هدفاً منها في وقت واحد عن طريق توجيه صاروخين أرض جو لكل هدف. ولم تحدد أي جهة حتى الآن من أين أتت المسيرات، خاصة وأن روسيا اتهمت كييف بصراحة بالمسؤولية عن الهجوم. لكن بالنظر لطبيعة الانفجار وحجمه رجحت تحليلات مختلفة أن تكون المسيرتين أطلقتا من داخل موسكو من مسافات قريبة يصعب على الرادارات رصدها. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بوتين كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو ولم يصب بأي أذى ولم يتغير جدول أعماله. واعتبرت الرئاسة الروسية الهجوم محاولة لاغتيال بوتين. وتساءل مراقبون هل نجحت أوكرانيا فعلا بهز عرش القيصر الذي أرعب الغرب وأمريكا لسنوات؟